اهلا بيكم في فيديو جديد من الديلي براكتس، والنهارده هنحل مع بعض دايالوج. الدايالوج بتاع النهارده at the police station، في اسم الشرطه. الحوار بيدور ما بين ديتكتيف يعني محقق وويتنس يعني شاهد. اوكي يلا نقرا مع بعض. الديتكتيف بيقول له where were you when you saw a man run out of the shop، كنت فين لما شفت واحد يجري من المحل؟ قال له on the opposite pavement just ahead of the shop، يعني رصيف، قال له في الرصيف المقابل في وش المحل. اوكي فسأله سؤال، قال له approximately 160 سنتيمتر with short black hair، يعني تقريبا كان متر وستين سنتي وشعر اسود قصير. قال له what was he wearing، كان لابس ايه؟ فرد الويتنس بجملة فالديتكتيف بيقول له why did you think he was the door، دور معناها الفاعل. اوكي في الجريمة ولا حاجة او بشكل عام الفاعل او العامل الحاجة يعني. اوكي فرد بجملة، راح الديتكتيف سأله سؤال، فكان اجابة السؤال قال له ايه؟ no I didn't he had a gun، كان معاه مسدس. anyway he managed to drive away quickly، على اي حال هو قدر يهرب او يسوق العربية ويهرب بسرعة. فالديتكتيف سأله سؤال، قال له it was green Toyota with a white registration to drive number plate. registration to drive دي ممكن ترموها خالص، انا رميتها اصلا في السلايدز اللي جاي، بمعناها يعني لوحة الارقام اللي هي بتاعت الارقام اللي في عربية من قدام ومن ورا، دي registration to drive دي يعني معناها رخصة ان هو يسوق. ما علينا، هو يقصد اللوحة بتاعت الارقام. فالديتكتيف بيقول له did you write down the number، هل كتبت النمبر اللي على اللوحة دي؟ فرد عليه بجملة، تعال نشوف الاجابات ممكن تكون ازاي. لما يقول لي فوق سؤال كان اجابته approximately 160 cm، يعني ده بيوصف الراجل صح؟ فلما يوصف الراجل ممكن نسأل نقول ايه؟ How did he look like مثلا، هو كان شكله عامل ازاي، او what was he like. تمام فاهمين يعني كان شكله عامل ازاي، اي حاجة كسؤال عن الوصف. طيب اللي بعد كده بيقول what was he wearing، كان لابس ايه؟ فبوصف هو من السؤال ده الحمد لله مش مرتبط باللي تحتيه، فاي وصف لاي لبس هيظبط الكلام معاكم مش مشكلة. فانا قلت مثلا a black suit and a hat مثلا، كان لابس كده. فبيقول له why did you think he was the door، ايه اللي خلاك تعتقد ان هو الحرامي او الفاعل اللي عمل المصيبه ومشي؟ فاكيد الويتنس شاف حاجه suspicious كده تدعو الى الشك ان هو حرامي، فممكن مثلا نقول he ran out quickly to his car with some of the stolen goods. goods تتنطق كده معناها بضائع. اوكي فبيقول له انا شفته بيجري بسرعه ناحيه العربيه ومعاه بضائع مسروقه او بعض من البضائع المسروقه. تمام فبالتالي شكيت ان ده الفاعل. فالديتكتيف ساله سؤال، كان اجابه السؤال ايه؟ no I didn't he had a gun، انا خفت على عمري يا عم. anyway he managed to drive away quickly، فمعنى ان انا ما عملتش كده لان هو كان معاه جن، او انا ما عملتش كده وبعدين بقول له هو كان معاه جن، فممكن يقول لي مثلا انت جريت وراه، انت حاولت تمسكه، انت معرفش ايه. فقال له لا يا عم ما عملتش كده، كان معاه مسدس. فمثلا did you chase him، chase يعني يطارد. اوكي فقال له هو ركب عربيته وساق بسرعة، فاحنا هنا هنسأل على العربية بقى. فبيقول له ايه it was green Toyota with a white number plate، ماشي كانت عربية تويوتا لونها أخضر. فمثلا هقول له شكل العربية كان إيه، أو إيه كانت العربية، أو أي حاجة من دي زي فوق ما كنا بنوصف الراجل. فمثلا ممكن هنا أقول له what was his car like، كان شكلها إيه. أوكي فبيقول له وصفها، وبعد كده did you write down the number، هل كتبت رقم العربية؟ فطبعا براحتك الحتة دي مفتوحة لأنها آخر الديالوج. أنا قلت له no but I remember it began with 34. تمام أو it begins with 34، الاتنين يمشوا صح مش مشكلة لأن رقم العربية ما اتغيرش من زمان لدلوقتي.
أي حاجة هنا ممكن تقول له yes here you are وتديله رقم، أي حاجة يعني مفتوحة لأن مش حاجة مربوطة معاها بعدها يعني. تمام، بس ده كان نهاية الديالوج. هو خفيف مفهوش حاجة بس جديد، فممكن نركز على الكلمات الجديدة زي door دي، زي chase approximately يعني تقريبا، وعلى الأسئلة على طريقة السؤال عن الوصف والحاجات دي لو ما كناش نعرفها يعني. وأشوفكم على خير في البراكتس اللي جاي.